فقرت حقيقة أم كذبة، الأخبار المزيفة والشائعات. مباشرة يسعدني أن أرحب بك معنا ريهام أبو عيطة، مديرة مرصد كاشف للتحقق والتربية الإعلامية. ريهام يسعد صباحك، أهلا ومرحبا بك معنا. يسعد صباحك وصباح جميع المستمعين. تحياتي لك ريهام. يعني الأخبار الكاذبة تنتشر أسرع من الأخبار الحقيقية على مواقع التواصل الاجتماعي. بداية، إن أردنا الحديث حول هذه الأخبار المزيفة والمضللة والقرصنة الإلكترونية، برأيك على من تقع هذه المسؤولية؟ طبعا قصدك مسؤولية الحساب هديل. صحيح. طبعا بعد قانون الجرائم الإلكترونية اللي طلع يعني عنا لسنة يعني 2018 وكمان تم تعديله ب 2003 على ما أتوقع، المسؤولية هي للشرطة الفلسطينية، لأنه تم إنشاء وحدة جرائم إلكترونية خاصة بالشرطة، هي وحدة الجرائم الإلكترونية، وفي كمان نيابة عامة بتشرف على يعني عندنا كمان إنه نيابة عامة متخصصة في النظر في الدعاوي حول الجرائم الإلكترونية. هلا بالنسبة للقانون الفلسطيني، نشر الأخبار الغير صحيحة أو حتى القرصنة هي من الجرائم الإلكترونية، وبتم الإبلاغ عنها في وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة للشرطة. فأي حدا بتعرض لأي جريمة إلكترونية، سواء حتى ابتزاز مش بس قرصنة، في وحدة جرائم إلكترونية هي متخصصة بهذا الموضوع في جهاز الشرطة، يعني في التوجه للشرطة. بالتأكيد. يعني ريهام، كمان خلينا نذكر بأثر انتشار هاي الأخبار الكاذبة والمضللة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل التحقق من صحتها، خاصة فيما يتعلق بالأحداث الميدانية، وإحنا في هاي اللحظات كمان بنعاني من يعني عمليات عسكرية إسرائيلية متواصلة، سواء في قطاع غزة أو حتى في الضفة المحتلة. طبعا في عدة يعني في عدة أثر كلها سلبي، يعني ما في أي شيء إيجابي لاختلاق إشاعات أو اختلاق أخبار كاذبة، خاصة في المناطق اللي بتعاني من أزمات أو من حروب أو من احتلال، يعني زي واقعنا بفلسطين. المشكلة إنه الأخبار المضللة بتنتشر بشكل أسرع وأكبر وقت الأزمات، يعني كل ما بيكون في أزمة، وهي كمان حتى شفناها بالأزمة الصحية مثلا وقت فيروس كورونا، مش بس بالأزمات السياسية، بأي أزمة بتصير أو أي قضية رأي عام بتصير بتصاحبها كمية كبيرة من الأخبار المضللة، وطبعا أثرها سيء جدا. ليش؟ لأنه معظم كمان هاي الأخبار اللي بتم نشرها بشكل مقصود، خلينا نقول، هي بيكون هدفها يا إما التأجيج، يا إما زيادة الاحتقان، يا إما التحريض. أما في أخبار بيكون يعني إحنا بنقول بغير قصد، يعني حدا بيعجبه خبر أو بتعجبه معلومة بتوصله معلومة بيروح بنشرها قبل ما يتأكد، هاي بتكون يعني ممكن أثرها أخف نفكر، ولكن نفس الأثر بيكون له عواقب جدا سيئة. يعني من امبارح بالليل بدي أعطيك مثال، في أخبار بتتداول عن إعدام عميل مع الاحتلال. صحيح. في جنين، وتم يعني احنا خلال متابعتنا شفنا عدة صور، شفنا عدة اسماء، تم تصحيح الاسم اكثر من مرة. فتخيلي موضوع زي هيك قديش هو حساس عندنا بالمجتمع، عم بتم الاخبار يعني تداول الاخبار عنه بطريقة سريعة، وبتتسمى عدة اسماء. يعني لحد هلا ما عندنا مثلا اشي جازم انه نحكي للناس ايش اللي صار، لهيك عم نتروى بالموضوع لانه ما بدنا نطلع اي معلومه يكون فيها خلل. ولكن هاي مثال واحد قديش موضوع حساس حتى داخليا عنا، تم تناقل اكثر من اسم واكثر من صوره لشخص يعني مزعوم انه انه تم تصفيته امبارح بتهمه العماله مع الاحتلال. فهون يعني كمية الأخبار المضللة قديش بتكون سيئة، حتى أسماء الشهداء، أسماء المعتقلين كثير بيأثر على العيال، كثير بيأثر على المجتمع. وفي كمان أخبار يعني جدا تحريضية، وفي أخبار بتخص الاحتلال كمان بيكون تأثيرها تخويف زايد للناس، تهويل للواقع،
كمان تضليل الناس عن إيش بصير بالضبط على أرض الواقع، وحتى يعني خاصة في قطاع غزة يعني نشوف إنه في كثير تضليل عم بصير إيش بصير في غزة. جزء منه كبير تابع من الاحتلال، وجزء مرات بيكون يعني من الناس نفسه. ريهام، كمان من هون يعني بينطلق دور الإعلاميين في نشر الوعي التام بخطورة هاي الأخبار الكاذبة والمضللة والمنتشرة بسرعة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نحكي شوي عنها، خاصة أنه اليوم كل مواطن كمان بنشر خبر هو مسؤول عن الخبر اللي بنشره. صحيح، بالنسبة للصحفيين يعني الصحفيين صار عليهم حمل مضاعف، يعني زي كأنه صارت من مهام الصحفي أكثر مما أنه يعمل تقارير وينتج تقارير ويبلغ عن إيش عم بيصير عن الأرض، عماله بلتهي أكثر بالتحقق من كل المعلومات اللي بتنزل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على مجموعات الواتساب والتليجرام. فهي عبء كبير على الصحفيين. بالوقت الحالي يعني الصحفيين عم بيبذلوا جهد كبير، لأنه احنا عم ندخل شهر سادس بحرب متواصلة وحرب إبادة وحرب عنيفة جدا، ففي رواية وفي يعني مهمة كبيرة على الصحفيين سواء في الضفة الغربية أو في يعني غزة، هي مش بس على الصحفيين في غزة، كلنا يعني حاليا عمالنا بنواجه ظروف استثنائية وضغط متواصل بالعمل لفترة طويلة جدا. فالصحفيين بيلعبوا دور كبير ولعبوا دور كبير حتى في دحض الرواية الإسرائيلية، لأنه في بداية أحداث 7 أكتوبر الاحتلال يعني زي سيطر على الرواية طول العالم، وأول أسبوعين ما شفناش حدا يعني حكى إيش عن فلسطين، خايفين يحكوا من كثر ما الاحتلال صور إنه اللي صار حدث إرهابي كبير وإنه كل الفلسطينيين إرهابيين، وحتى يعني ما حدا حتى المناصرين لفلسطين ما كانوا يحكوا أولها، ولكن بفضل الصحفيين وجهدهم الكبير قدرنا إنه إحنا لا نحارب هاي الرواية ونقول إنه لا شوفوا إيش عم بيصير على أرض الواقع، وهلأ بنشوف إنه الوضع كتير اختلف. فعندهم مهمة كتير عم بيعملوها مضبوط، بس أنا بحس إنه حاليا تركيز الصحفيين أكثر على دحض رواية الاحتلال. صحيح. من إنه التركيز على الأخبار المضللة اللي بتصير على الوضع الداخلي عندنا بفلسطين، أو نقول خلص ما بدنا نضل وراء مجموعات تليجرام أو وراء مجموعات واتساب، أو مثلا ما بيحكوا إنه هاي المجموعات بالذات مثلا أخبارها غير موثوقة، أو ركزوا على هاي الوسائل الإعلام أو ركزوا على هاي الصفحات. يعني بتخيل بدنا كتير نلعب دور إنه نوعي الجمهور بالمجموعات اللي مش لازم يتابعوها، وهي كمان جزء من دور كاشف. عملنا إشي كمان إحنا مثلا جهودنا كمان مركزة، لأنه إحنا بحالة حرب على الاحتلال وعلى يعني آلة الدعاية كلها اللي بتشتغل مع الاحتلال. فمثلا نشرنا عنا على حسابنا إنه أكثر حسابات بتشهر في الفلسطينيين على تويتر وعلى السوشيال ميديا، مفروض نعمل هيك إشي كمان على فلسطين، بس المشكلة الوضع الحالي بخلينا نصب كل جهدنا للاحتلال وعلى اللي عم بيصير حاليا في قطاع غزة. بالتأكيد، شكرا لك ريهام أبو عيطة مديرة مرصد كاشف للتحقق والتربية الإعلامية في هذه الفقرة اليومية، فقرة حقيقة أم كذبة، الأخبار المزيفة والشائعات.